افتح في المسافة اللي ما بين الثايرويد كارتليج والكيكويد بون. بص يا حبيبي، دي الثايرويد كارتليج، تحتيها كريكويد وبعد كده بقت تراكيه. في عظمه ثانيه فوق الثايرويد اسمها هايايد، مالناش دعوه بيها. كريكو ثايرويد ميمبرين. هو ده الفكره. تأكد ان مفيش فورين بوديز قافله. دي طبعا اليوفيلا، وهنا طبعا الادينايد. الدنيا مقفوله، ممكن تكون مش بسبب فورين بوديز بس، ممكن اديما، ممكن انجري. فما تلاقيهوش بياخد النفس، فانت لو ما لقطتش دي مش هتعمل دي. ازاي تعرف تختبر البريذنج اصلا؟ تسمع جنب بقه في نفس ولا لا؟ او العين عنده تايت شيست ولا لا؟ لونه مزرق؟ عارف ياخد نفس ولا مفيش؟ اير واي وبعدين بريذنج. قال يا سيدي الثايرويد تفاحه ادم يا حبيبي. ودي الكريكويد. ودي التراكيا رينجز. وهنا الثايرويد جلاند. طبيعي بنفتح مع ثانيه الرقبه عشان تبقى تجميليه، لكن هنا عايز اكسس فبفتحها بالطول. شكلها مش تجميلي بس انقاذ حياه. شفتح بالعرض واقعد ادور، دي على طول بتديني اكسس. يا سلام يا ولاد، يا سلام. وادي المشرط فتح بيه الممبرين. ساعات ما يبقاش موجود حد غيرك على الساحه، والواد انا مش عايز ياخد نفس، والموضوع موضوع دقيقتين ثلاثه بس، وانت قاعد مكتف في الايدي لانك ما اتفرجتش على الفيديو ده معايا. ظهر الآلة تخش بيه مكان الفتحة وتويست توسع بيه الفتحة. في واحد سألني المجموعة اللي فاتت، هو مش ممكن النزيف يبقى زايد قوي؟ ده منظر نزيف زايد، ده عامل زي معجون أسنان. لا قصده في الحقيقة يعني، لا. لو أنت ماشي ميد لاين مش هيبقى فيه أي نزيف. لو قطعت في العرض ممكن تقطع حاجة اسمها الأنتيريور ثايرويد فين. ساعتها ممكن يحصل نزيف، لكن ده عشان تتجنب أي نزيف. ومش لازم تحط انبوبه، ساعات في الشارع ما يبقاش معاك اي حاجه. خلاص فتحتها، ابتدى يتنفس، ما كانش عارف ياخد اي نفس. يا جماعه بتنقذ واحد بدل ما يموت. بس انت مش مقدر، لازم تتخيله على حد. تخيله على نفسك. جايز تنطعز. اللوجرال. بص بقى ركز معايا. ازاي تقلب عيانه وتحط البتاع وراه، ولما توديه المستشفى ازاي تعدله وتشيل البتاع من وراه. نيك كولر اهي. نعيد الفيديو ده. بص يا سيدي، ركز عشان انت جود دكتور، المفروض تبقى جود اوبزرفر. خدت بالك ان في اربعه في الاوضه؟ خدت بالك ان الشخص اللي على اقصى اليمين هيمسك الرجل وحته من الهيب، وكروسنج ايد الراجل اللي جنبه، والراجل اللي جنبه برضه ماسك الهيب وحته من الشولدر، والتالت ملوش دعوه غير بالرقبه مثبتها وهو بيتنقل، والرابع شد اللوحه. وبعد كده هم يرجعوه بنفس التكنيك، نفس القصه دي وهو في الشارع. انت بتوظف الناس اللي معاك، واحد ماسك دي، واحد ماسك دي، واحد ماسك الرقبه بس، يطمن انها ما تبقاش تويست اثناء اللف الرولينج. وطبعا ده كان بيزغزغوش ولا حاجه، كان بيطمن على فكره كورن في اي جروح، في اي تندرنس ولا لا. وتحط اللوحه تحتيه وترجعه تاني عشان تعرف تنقله على اللوحه، وتكون هارد طبعا، لوحه خشب. حتى لو مش بتاعت الامبلانس. معلش يا جماعة أنا آسف والله، قفلت كل حاجة، طبعا أنتوا مبسوطين. حاجة تزعل. مين اللي فاتح تليفونه؟ ها؟ بصوا على الآلات دي. الآلة دي اسمها فورسبس، لكن لأنه ليه سنة في الآخر اسمه توثد فورسبس. سنه قصاد سنتين يمسكوا في بعض فيمسكوا التيشوز ما بينهم. فورسبس يعني ملقاط او جفت.
مين يا جماعة اللي تليفونه بيرن يقول ما يتكسفش؟ طب اللي جنبه يبلغ عنه واديله 10 جنيه. اسمه ايه؟ ايه؟ هشام السعيد؟ تعالى يا هشام يا حبيبي. شايفين ماسك الآلة ازاي؟ بتعملوا انتوا الغلط بقى. ايه اللي بتعملوه؟ لأن انتوا مش طب بشري. هتروحوا ماسكين الآلة ازاي؟ بص بص، شايف مريح صباعين ازاي وصباعه؟ دي المسكة الصحيحة للآلة. اوعى تمسكها بالطريقة التانية اللي هي فين بقى؟ اهي ماسكة معوقة وبتعملوها، لأن انتوا ما مسكتوش آلات كتير. عاملين بالظبط زي دكاترة النساء عندنا، دكاترة النساء في الطب البشري. ومعظم شغلهم شغالين عادي، والجراحة جزء من شغلهم. احنا جراحة عامة، كل شغلنا جراحة. فاحنا بنلعب بالبيضة والحجر في الآلات وفي الخيوط وكده. فهم تلاقيهم ايه؟ تحس معوقين شوية. اتفضل يا حبيبي. أوقف الفيديو مخصوص عشان سؤالك. اتفضل. لأن في فن المسك كل آلة، واللي اخترع الآلة واللي صنع الآلة قال لك أحسن طريقة تريح إيدك هي دي، وتديك كنترول هي دي. تخيل أنت لما تمسكها بالطريقة دي، إيه المنظر ده؟ أنت أصلاً مش شايف معظم الآلة. بص بقى الماسكة دي. يا الآلة كلها مكشوفة قدامك. وبعدين انت داخل جوه كافيتي زي بق العيان، ما تسالش بقى السؤال ده، انت داخل بصوابعك بس. لكن بص هنا، داخل بايده كلها جوه بق العيان. تسلم ايده. حاجات دي هتفرق معاك جدا في النارو فيلز. شايف حتى ماسكه شيك يا اخي، فيها سبريدنج كده لصوابعك. دي اسمها ايه يا جماعه؟ ما حدش يتكسف. اسمها ايه؟ ابره نيدل يعني. طب ليه كيرفت؟ ما قلت لهمش الكلام ده في المجموعه الاولانيه. اختراعها كيرفت ليه مش ستريت؟ لا تقول لي ما فيش حاجه اسمها كده، كان في ابر ستريت. اتفضل. لا انا مش سامع. لحظه واحده عشان ما عملش دامج للتشو. ما عملش دامج للتشو، لو هي مستقيمه هعمل دامج للتشو. ايوه انت بتعمل بنتريشن هتطول التيشو يا اسطى. دي هتسهل معاك ان انت تلف الابره صح، تدخلها في التيشو وتلف على طول معاك. انت مش بنطلون يعني، انت خياطه. انت فاهم؟ اتفضل يا حبيبي قول. وبعدين بقى انا مش شايف حد. فين؟ في ايوه انت اتفضل. يعني ما تاخدش منه مساحه كبيره، مثلا الستريت عينها اللي هي مش هتعرف تعمل كنترول، مسافه صغيره. جبت جزء صغير جدا من الاجابه، انا عايز الاجابه كامله. ليه اخترعت النيدل نص دايره؟ اتفضلي. لا يعرف بدليل ان في ابر ستريت. لا هيبني هو ايده ويجيبها، دخلها وطلعها، يبني التيشو عشان يطلعها. ما انت كده هتعمل دامج للتيشو يا دكتور، دامج اكتر يعني. في سبب واضح جدا. اتفضل. ايه؟ ها؟ لو حته ديب في اجابه اعمق. اتفضل. لحظه واحده هو بيتكلم. قول. شالون؟ لا، هو كل الابر دلوقتي بقت نص دايره. تعمل الاستنشن تلفها. مش في حد عايز يجلب دلو؟ اتفضل. عشان تعمل يونيون والايدجز يونيون اير. ها لحظة واحدة هو بيتكلم. يوصل للمصل اللي بعده. عميق، قالها غيرك قبل كده.
اللي بعده عشان اقلل الدمج اللي ممكن يحصل لو استريت. اقلل الدمج اللي بعده. اتفضل. اللي ايه يا حبيبي؟ الوندر يكون ديب. تالت ديب اسمعها النهارده. يا جماعه عشان الحركه تقبل انها ريست. لو انت معاك ابره ستريت لكن معاك ابره كيرفت. بص بص بص. خدت بالك منها؟ الابره دي بص انا عايز اخش واطلع. شفتها؟ حلوه قوي. حلوه قوي واتعملت حلوه قوي. بص انا ماسك الابره اهو. بص انا عايز اخش واطلع اعمل ايه؟ طب لو استريب بقى؟ اتحرك من الشولدر ده ساعات ناس بتتحرك من الامر. لا بص دخلت طلعت فن اللي عمل الابره المدوره ده فنان ومن ساعتها فضلت ايه مدوره فن فن كبير قوي هي ايه اللي مدوره الابره خلاص تمسك الابره من هنا ايوه الرد مالك ولا من هنا ردان طيب تمسك الابره من واحد ولا اتنين؟ اتنين في حد بيقول واحد؟ طب في حد بيقول ينفع واحد؟ ينفع ليه؟ ليه؟ عشان ايه؟ كنترول اكتر تبقى بتعنيك تخش في المكان اللي انت عايزاه حتى لو انت ماسكه من هنا كنترول اكتر يا دكتور كنترول اكسسبيلتي اكتر بص يا سيدي حظك سيء جدا بس عجبتكم صح؟ بص تمسك من هنا عشان يبقى عندك طول تخش بيه انا شاطر قوي امسك من هنا وفي الاخر الحته القصيره دي مش هخش في حاجه فادي لنفسي طول طب ما انا امسك من هنا احسن تتعوج ضعيفة قوي ماسكها من اخرها تتعود مني فهنا التلت والتلتين تلت هنا وتلتين هنا حلوة قوي لكن لو مسكت من هنا غلطان لا مش غلطان بس ليها انديكيشنز لما يكون مثلا التيشو طف ناشف جدا فمحتاج اقرب عشان يبقى قوة بتاعتي اكتر في اختراق التيشو فهمتوا؟ نقول بقى الفيديو عايز تخش في حته عميقه زي بقك ممكن توربها شويه مش لازم تبقى في البنيك مش المهم انك تلتزم بالتعليمات المهم تبقى عارف التعليمات دي اتقالت ليه فممكن تموديفاي فيها على حسب احتياجاتك شايفين يا ولاد خيط ده اسمه حرير سلك وده الباك هاند بقى الناس اللي بتلعب بينج بونج فهماني حد بيعرف يلعب بينج هنا يا جماله حد بيضرب سيرف سكرو سيرف سكرو يوصل للخصم ويرجع تاني لوحده من غير ما الخصم يلمسه فين هشام السعيد؟ هو اللي بيتكلم؟ كروان شوف بقى الفيديو الجاي ده جامد جدا 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 سنجل انتربت ستيتش تعلمها بقى غرزه بص فيها على الهاندلنج بتاع ايديه للعقلات وازاي بيمسك التشو بالجفت
طبعا ده مش جلد بتاع واحد، ده سيليكون. شايف ماسك الابره ايه الجمال ده؟ شايف ايده مفروده ازاي الشمال على التوث دي فورسبس؟ شفت دخل بالابره بيربنديكولار على التيشوز مش تنشنشنال؟ شفت خد الاثنين في تكه واحده ازاي؟ شفت استلم الابره بالناحيه الثانيه بنفس الاله ازاي؟ شفت سد الخيط لغايه قبل اخره بشويه ازاي؟ مش يشيب حته طويله يقعد يرمح فيها مش عارف يربط. الطريقه الثانيه يخش في واحد ويطلع وبعدين يخش في اثنين ويطلع ويستلم بالاله التول دي فورسبس دي وهي بالعرض عشان تمسك الابره مش يحط بوزه في بوزها. كلها تكات بس انت طبعا ما تعرفش تلقطها كلها في الاول. انا ممكن اطلع لك 20 تكه هنا في الرسم في الفيديو ده. انت ما بتشوفش الا حاجه واحده بس، الذكي منكم بقى اللي يشوف التكات كلها. كلما زادت التكات اللي انت شفتها كلما ده دل على ذكائك. المسافه الاوبزرفيشن عندك عالي. المسافه بين الفتح والدل. شد لغايه لما حساب حته يا دوبك قصيره شويه بس مش قصيره قوي لا تفلت ويعيد الغرزه وده جلد. اتفضل يا حبيبي. لحظة واحدة بتقول ايه؟ انهي تكنيك؟ لما يكون انت واخد بايت كبيرة فمش هتعرف تعدي للناحية التانية من البحر. يعني ادي البحر اهو. بايت بص بعيدة ازاي؟ ازاي الابرة الصغيرة دي تاخد كمان لغاية هنا؟ فيروح طالع وداخل تاني. لكن عايز تاخد بايت قريبة تاخدها على مرة واحدة. المهم بص بقى بص بص اللفه شوف اللفه بقى شوف اللفه دي وادعي لي بيلف بايده الشمال اللمب الطويل من الخيط وتبقى الاله جوه ما بين الخيطين ويروح واخد القصيره وراجع على الاتجاه العكسي ورايح بايده الاتجاه العكسي يا هتفلت فلا يروح واخدها دبل ثرو عشان ما تفلتش لفها مرتين راح واخد الخيط ورجع في الاتجاه العكسي ولانها دبل ثرو ما فلتتش العكس بقى هيروح واخد برضه الاله في حضن الخيط الطويل ان هو هي ما بين الخيطين ويروح واخد القصيره ورجع في الاتجاه العكسي كده عملت نط مبروك يا سلام يا سلام اشرب بقى شوية نسكافيه. ماشي ده السيمبل دي الغرزة العادية خالص. خش على اللي بعده. كل ده هيجي في الامتحان. للأسف. هيجي بشكل أو بآخر. يا ريت ما تصورنيش وتصور البتاع بالموبايل بتاعك اللي شكله أصلا موبايل صيني. شوفت دخلت ازاي؟ هي مين دي؟ دي ايه دراندي؟ بص بقى الحركه دي كان المفروض يعقد ويربط خلاص لا قلبها باك هاند زي البينج يا وهيدخل هنا بص هيدخل فين؟ هنا حكايه اسمها ترانسفيرس ماتريس وبتعمل ايفيرجن للايدجز ويطلع هنا بص بقى دي قصاد دي بالظبط ودي قصاد دي بالظبط اتعلم البرفكشن عشان مع العمر بيقل واحد طلب مني ياخد الفيديوهات يحطها على جروب الدفعه يا ريت بس امتى؟ اي وقت؟ لا طبعا الرد على دي في الوقت اللي حضرتك تحدده. انا قلت له مش مناسب طبعا عندنا امتحان وامتحان معلوش درجات. خرجي. امال ايه الصح؟ اللي انا بعمله. Provide a moist wound environment and protect the wound from external contamination.
The proprietary trackpad and tubing are then applied to the drink and provide connection to the therapy unit. In combination with sophisticated software, Trap technology helps provide uniform negative pressure to the wound surface. It also provides alarms when there are conditions that would impact negative pressure wound therapy. The application of uniform negative pressure when delivered by back therapy induces a physical response, macro strain, and a biological response. And infectious material reduces edema. Fusion and formation of granulation tissue. Macro strain is the physical response that can be seen immediately as the wound edges are drawn together, thereby ensuring that there is optimal contact between the wound bed and the granulofoam dressing. Macro strain facilitates removal of wound exudate, which may contain inhibitors of wound healing. Removal of wound fluids assists in the reduction of edema, which facilitates the flow of blood into the wound bed, providing the oxygen and nutrients that are needed for wound healing. The effects of the biological response are initiated by microstrain, which results from the manifolding of negative pressure across the proprietary granulofoam surface. This creates areas of cell surface strain, also called microdeformation. Tissue microdeformation at the cellular level leads to cell stretched, they are stimulated to expand, become thicker, and more metabolically active. This response to cells stretching has been well documented and is clinically used, for example, when tissue expanders are In vitro and in vivo studies conducted using negative pressure have shown that these activities include increased metabolic activity, fibroblast migration, cellular proliferation, and extracellular activity leads to the formation of healthy granulation tissue in the wound bed and the characteristic undulations that have been seen in wounds treated with back therapy. بص معايا كده، بص على المنظر ده، واحد قاعد في الرعاية غلبان ما بيتقلبش وظهرت له قرح الفراش يا اما على الايسكيال تشيبراستي يا اما على السيكرم يا اما على الجريتر تركانتر يا اما على الهيلز بتاعته، وصعب قوي تظهر في ظهر الراس لانها فيري باسكلر. يبتدي من كتر الضغط عليها الجلد يموت، العضلات تموت، يظهر العظم كارثه. معرفش يتحقق، واوعى طبعا تخيطها تبقى متخلف. تخيطها حاجه ملتهبه ماتت بسبب الضغط. تعرفين ايه فكره الضغط دي؟ هي فكره كوعك وانت صغير. فاكر كوعك؟ كان عامل ازاي؟ لونه ابيض، انت اللي مقشف. لونه ابيض. بعد سنتين من عمرك بقى لونه ايه؟ اسود. ليه؟ طول الوقت عامل كده، طول الوقت تقوم كده تعمل كده، فبقى يا عيني جلد فظيع لونه غامق. وكذلك ركبتك، مفيش حد فيكم كلكم ركبته لونها ابيض، كلكم ركبتكم لونها سودا، لان انتوا حبيتوا وانتوا صغيرين لغايه ما اسودت. امتى ركبتك تتحول لابيض تاني؟ لما تبطل تهبي. انت بطلت تهبي؟ لا، لغايه دلوقتي تنزل على رجليك تحط رجلك مش عارف على الارض ازاي، ففيها ضغط طول الوقت. لكن لو بطلت خالص تبتدي تبيض بقى مع السنين. البريشر ده هو اللي بيخلي الجلد مقشف، مقشر، غامق. نفس وقت بيحصل بس عيان تعبان، راقد، تموت، ست ساعات ما تقلبش كل يوم، تموت، لغايه اما ايه؟ التيشوز تنكروز، يحصل نكروزز فيها. نحلها ازاي دي؟ ما كانش فيه حلول غير الغيارات. لغايه ما نشا الفاكهه من 50 سنه تقريبا. الفاكهه يعني ايه؟ يعني شفط، شفطنا. شفطنا ازاي؟ ركز معايا. شفت الفوم ده؟ شايف المربع اللي في وسط الفوم؟ دي سفنجه. بس البورز بتاعتها ليها مقاسات معينه، مش اي سفنجه. مش سفنجه تحط تروح جايبها قطع على جنب، لا. في بورز معينة عليها دراسات حجمها معين وبتتفرد بثيكنس معينة.
طب ليه حطينا سفنجة ما نحط الشفاط على طول على الجرح على القرحة؟ لا، الشفاط يشفط نقطة، لكن لما تحط سفنجة وتحط عليها الشفاط يشفط مساحة. تشفط ايه من الجرح؟ حاجتين، اشفط السكريشنز اللي طالعه منه الوحشة، واشفط اعمل نيجاتيف بريشر ساكشن عشان تجيب البلاد ناحيتها، الحتة اللي بتتشفط دايما البلاد يروح لها. حطينا طبقة شفافة زي ما انتوا شايفين وفتحنا فيها ويندو، الطبقة دي اسمها اوبسايد، دي بتعمل نيجاتيف بريشر عشان يبقى كلوزد سبيس والشفاط شغال على كلوزد سبيس. شايفين ساحب ازاي؟ لما يقعد يسحب ليل نهار لمدة 24 ساعة يريح كل ساعة دقيقتين ثلاثة لمدة 3-4 أيام، الحتة دي تحمر تتملي جرانيليشن تشو، لأنه مش بس بيسحب الدسشارج الوحش والباس والقرف والإكسوديشن، لا ده كمان بيسحب البلاد ناحيتها، كل البلاد اللي ماشي في الجسم يعدي على الحتة دي، تعالى تعالى تعالى، يروح جايب كل الوايت بيسيز في الحتة دي، فيتركز جدا جدا جدا، فيقعد يعالج في الحتة دي ويشيل منها أي انفكشن ويحفز جدا الجرانيوليشن فيها. فبعد 6 أيام 7 أيام تلاقي نفسك ايه؟ تلاقي نفسك جرحك بدل ما كان لونه أصفر مبيض أخضر مسود تلاقي لونه أحمر جميل بعد 6-7 أيام بس. وعلى ما تاخد رقم الشركة وتكلمهم، أنا عندي كذا كذا وجدي عنده مش عارف ايه عايز نركب الجهاز بتاعك الجميل للفاكيوم ثيرابي، يقول لك ماشي هنجيب لك الجهاز، العميل هي العامل عندنا هيجي يركبه عندك على القرحه، حط السفنج ويحط الاوبسايد ويحط الشفاط ويجيب الجهاز معاه بتاع الشفط، والجهاز طبعا فيه تايمر بيفتح ويقفل كل شويه، ويستمر الجهاز 3-4 أيام ويجي لك العامل تاني يفكه وبعدين يحط السفنج جديد اوبسايد جديد وبعدين يحط شفاط جديد، يحط شفاط بيفتح ويقفل كل شويه لمدة 3-4 أيام كمان، وبعدين يفكوا كده فات أسبوع 8 أيام. النقطة في الآخر هنلاقيه نضف الجرح كام بقى يا باشا؟ 1200 جنيه يا فندم بس. لا هو إيه اللي ليه؟ أنت هتستعبد الناس، واحد جاي لك لغاية بيتك وعمل لك كل الحاجات دي وهو ضيع من وقته ساعتين رايح ساعتين جاي عشان يجي لك وقعد معاك ساعة وكررها تاني. انت عامل برقي شويه مع الناس، مش كل واحد يجي لك تروح مفاصل معاه ومطلع عينين. بطل كده، بطل البخل ده. هو طلب كام يعني؟ ولا حاجه، شغلته قدرها. لما انت تقعد تفاصله فيها مش هيبقى مرضي، لما ما يبقاش مرضي يبتدي يحصل كومبليكيشن في جدك. عيب، خلي الناس تروح مرضيه، تبقاش ندم. ومين قال ان هو مش شغال بمرضي الله؟ ده بيدي لك سعر قليل جدا اصلا، وتلاقي هامش ربحه 100 جنيه في الاخر. لكن للاسف كتر تطلعنا لعينين الناس اللي قدامنا بيخليهم دايما عندهم تندنس انه يرفع السعر شويه عشان لك ده هيفصل معاه طلع عينيه. ساعات واحد يجي لي يقول لي ب 1000 جنيه 1200 1500 اقول له خد 1700. شيلك فوق راسه. شيلك فوق راسه. لان هو في الاخر مش طالع له من الليل، ده جايب لك مستهلكات يا بني ادم. مستهلك، وبعدين بيعامل اكسلنت بيرسون بالنسبه لك. شخص مهم، شخص فيري 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 فاليبل بالنسبه لك. واللي انت هتعمله معاها هينعكس على جدك. هينعكس على جدتك، هينعكس على ابوك، على امك. ما تقعدش تطلع عينيه عشان هو ما يطلعش عينيه، عشان هو ما يسترخصش معاك. راجل جاي مطمن ان انت هتحاسبه بالحساب اللي هو قال له. روح انت مطلع عليه بعد ما يركب الشغلانه كلها بمنتهى السخافه. لا 1100 مش لازم 1200. وانت مش عارف اصلا السعر الاصلي كام ومش عارف هامش ربحه كام. افرض كان هامش ربحه 150 فانزل لك مخصوص عشان مش عايز اضيع الشغلانه. فبقى هامش ربحه 50 جنيه بس بسبب انك نزلت 100 جنيه. انت كده مرضي؟ ان الراجل روح ب 50 جنيه صافي ربح. هو ده اللي يبسطك؟ وفرت 100 جنيه يفرحتك؟ بس مروح راجل متقدر عشان محتاجك، محتاج فلوس منك. اتعامل برقية شويه مع الناس، اتعامل برقية وبطل تفاصل، ما تفاصلش بحاجات هايله. استغرب قوي الناس بتحوش كل يوم 20 جنيه اخره في ايه يعني؟ بعد 3-4 سنين تبقى بتحوش 2000 جنيه؟ يا فرحتك، كل جنيه اتعاون 3 مرات. بعد كده يقول لك هات لي 2000 جنيه فول.
ألف في طبق وألف في سندوتشين. حاجة تزعل والله. فاتعامل برقي شوية وليخدها مني. وانا عارف ان انت طبعا ممكن تكونوا قاعدين منكم ناس مش مقتنعة. طاقم اللي مش مقتنع ما يهمنيش اللي مش مقتنع. انا بقول النصيحة خلاص. انت بقى مش مقتنع عالج دماغك براحتك. انا ماليش دعوة. البطارية ابتدت تقل وانا معايا علاج. بصوا يا جماعة انا عايز اقولكم على حاجة. انا مش بديكم طب بس مش بديكم جراحة بس. انا بديكم حاجات لحياتكم. ومش كتير من الناس اللي بتشرح بتعمل خلاص. وهتلاقوا ان في رصيد كبير جدا للنصايح لحياتكم انتوا. انا مش مستفيد من ورا ان انا انصحكم دي غير حاجة واحدة بس لو انتوا فكرتوا فيها. وانا الحقيقة لما بقولها بقولها لان انا بحب اقولها ولان ربنا خلقني بحب انصح. لكن انت اتنصحت ما نفذتش براحتك. دي حياتك ودي تفكيرك ودي تربيتك ودي طريقتك. انا مقدرش احاسبك عليها. افرض انت مش مقتنع بيه اصلا كشكل كده مش عاجبك خلاص براحتك. انت بتعرفش تنقح المعلومة وتاخد ما يفيدك وما لا يفيدك بصرف النظر على اللي قدامك. لكن اللي يهمني ان انا اقولها. اتعامل برقي مع الصناعية الغلابة. اتعامل برقي مع السرسجية الاوساخ. ليه؟ لان انت بتعاملهم بما يقدر بيك انت. مش بما يقدر بيهم هم. ولو انت قعدت معهم ساعة وحكولك هم اتربوا ازاي ونشأوا ازاي انت هتعيط. هتدمع. لان ده واحد اصلا كان المفروض يختفي. بالطريقة اللي تربى بيها دي ونشأ بيها كان المفروض يختفي من على وش الارض. لكن شاءت الاقدار انه يكمل يعيش. ده كان واحد كل يوم في احتمال انه يموت. بسبب كمية الهازردز اللي حواليه. انت ربنا انشأك في بيئة كويسة. وامنة. في نفس الوقت مستريح. في نفس الوقت شبعان. تقعدش تغتت على الناس في العشرين دي. بروح اغير كوبل العربية او ربط عفشة واقول له يقول لي 20 جنيه بديله 50. لازم. بقول لك شعب كده وما بلزمكش بكده. بس على الاقل ما تقولوش ايه. لا 10 كفاية. ايه البواخة دي. ايه 20 من 10. وتصرف 20 جنيه في نسكافيه في كافيه. ايه يعني يا راجل نزل تحت العربية لمدة ربع ساعة وطلب منك 20 جنيه. ايه يعني. فهمها لي دي. ايه يعني. عشان لما بيسافر بره بتعرف الكلام اللي بقوله لك ده. احنا كدولة فعلا الخدمات فيها والله رخيصة جدا. بس للأسف انت غير آمن على نفسك. ده العيب الوحيد. ممكن تموت في اي وقت. عيب بسيط قوي. خلاص فهمتوا الفكرة يا جماعة. علاج رهيب للكرونيك ووند. شوف بقى ركز معايا. اديك حته غرزه جديده. اسمع الغرزه دي بتتعمل عندنا في القيصريات اشهر حاجه. واحنا في جراحه الاطفال بنعملها لان الطفل ده كل جروحه تقريبا كلين وهيلينج باور رهيبه. اسمها الساب كيوتيكولار اللي بيسموه السحري. اللي طبعا العيانين مش احنا انه مش شايف اي خيوط ومع ذلك متخيط. الطبيعي انك تبص على جناح تلاقي خيوط ماسك كده بالعرض زي كباري حاجة قذرة. لكن ده خيط في اول ودنة للجرح وفي اخر ودنة للجرح وباقي الجرح كله مفيهوش خيوط لكن قافل. غريبة اوي. بدأ هنا وبعدين هنا من تحت لفوق من فوق لتحت. يبقى العقدة تبقى تحت ولا فوق؟ تاني خش في الإج ده الأول مش الإج ده وكله تحت الجلد. يعني ما اخترقش الجلد نفسه. ركز معايا. لما يبتدي فرضا في السيمبل سوتش هنا يخش هنا من فوق لتحت تحت يعني عمق
وبعدين من تحت العمق بقى لفوق، صح كده؟ يبقى ابتدى فوق وانتهى فوق، يبقى العقده فين؟ فوق، صح ولا لا؟ حد عنده اضطراب في الحته دي؟ اللي عنده يقول لي. ما اتكسفش، قلت لكم قبل كده ان انت لا تقيم من قبل الاشخاص اللي حواليك، انت اصلا ما تهمهمش، ما حدش بيبص عليك. ففي واحد رفع ايده يحميك ان هو مش فاهمها. تاني، ده واحد عنده شجاعه رهيبه ما شاء الله. تاني، انا حطيت الابره هنا صح، دخلت بيها هنا؟ لا، انا بتكلم يعني في السيمبل سوتش، دخلت هنا وطلعت من هنا من العمق، يعني دخلت جلد طلعت ايه؟ سبكوتينيس، صح كده؟ يبقى واحد اتنين، ماشي كده معايا؟ وبعدين رحت داخل، ما انا جوه اصلا، يبقى طلعت من جوه لبره، يعني من السبكوتينيس للجلد، يبقى ابتديت جلد وانتهيت ايه؟ جلد، يبقى العقده فين؟ في الجلد بره، لان انا ابتديت من بره وانتهيت بره، فلما هقعد العقده هتبقى بره. اعكسها بقى، اعكسها وركز معايا. انا ابتديت من تحت الجلد وطلعت في الجلد، خلاص؟ طبعا مش هطلع في الجلد ولا حاجه، انا هطلع في حرف الجلد، يعني هبقى في الوايت لاين ده. وبعدين رحت عاكس، دخلت هنا في الوايت لاين اللي هو حرف الجلد، وايه؟ وانتهيت تحت الجلد، تبقى العقده فين؟ تحت الجلد. وايه ميزه ان العقده تبقى تحت الجلد مش عند الوايت لاين؟ انها ما تعاكسش الهيلينج بتاع الجلد، تبقاش عدالي كده ما بعد الحروف عن بعضها. يبقى النقطة بتاعت البداية والنقطة بتاع النهاية هما دول اللي بيحددوا العقدة فين. فانت ابتديت جوه وطلعت بره، وعين ابتديت بره ورجعت جوه، يبقى عقدتك فين؟ جوه. ما انت ابتديت جوه وانتهيت جوه، لو ابتديت بره وانتهيت بره تبقى العقدة فين؟ بره. خلاص؟ نعم؟ ما فيش حاجة اسمها بنشيلها ازاي. يعني ايه بنشيلها ازاي؟ على حسب نوع الخيط الاول. في خيط يدوب لوحده اسمه ابزوربابل، وفي خيط لا يدوب لوحده اسمه نان ابزوربابل. وفي الخيوط دي في خيط خط واحد اسمه مونوفيلامين، وفي خيط مجدول متضفر اسمه بوليفيلامنت. مثال للابزوربابل المجدول فيكريل، مثال للنان ابزوربابل المجدول حرير، مثال للابزوربابل المونوفيلامنت مونوكريل، مثال للنان ابزوربابل مونوفيلامنت برولين. لو الخيط ده حرير او برولين اللي هو نان ابزوربابل مونو او بوليفيلامنت، يتشال بانك انت تقطع الخيط من تحت العقده على طول، يطلع التولمز من الجهه. خلاص انا افطر وانا جاي لك. عايز تشوف منظر اهو، اطلب فطار بس اخلص دي الاول وبعدين اقول لك. المهم بص على الغرزه دي بس الاول، تاني ركز معايا. نسكافيه قرب يخلص الساعة كام يا جماعة؟ واحدة بس. يلا يمشي. قاعدين مع بعض. سيكشن. شفتوا عمل ايه؟ من جوه لبره. وطلع بره فين؟ مش في الجلد. في الوايت لاين اللي هو الابيديرمس. وبعدين هنا من الوايت لاين لجوه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ من الديب للسطحي، من السطحي للديب. فانتهيت ديب وابتديت ديب، فتبقى العقده ديب. لما عقد العقده بقت ديب تحت، ما تعاكسش الجلد فوق. اللي مش فاهم يرفع ايده خالص فوق، خالص من غير كسوف، خالص. ماشي، نزل ايدك، ركز معايا. بصوا يا اخوانا، الخيط مش هدف. هغير طريقه الشرح شويه وارتقي بمستوى المناقشه شويه. الخيط مش هدف، امال مين الهدف؟ الابره.
الإبرة دي هي اللي بتقود الخيط إلى حيث أنت تريد. ماشي؟ المكان اللي هتخترق فيه الإبرة أول اختراق ليها احسبه عليا، والمكان اللي هتخترق فيه الإبرة آخر اختراق ليها احسبه عليا. ماشي؟ أنا اخترقت جلد رقم واحد، وبعدين دخلت في السب كوتينيوس ما تعدهاش عليا، وبعدين دخلت في السب كوتينيوس الناحية التانية ما تعدهاش عليا، وبعدين اخترقت جلد وطلعت من الناحية دي عدها عليا. يبقى أنا اخترقت من بره جلد أول نقطة، وسبب اتنين وتلاتة أربعة جلد. فلما يطلع لي طرفين خيط هيطلعوا لي منين؟ جلد وجلد. فتبقى العقدة فين؟ بره، لأن أنا دخلت الإبرة عشان أقود الخيط، فأول الخيط من الناحية اليمين على الجلد وآخره من الناحية الشمال على الجلد، فتبقى العقدة فين؟ على الجلد. سهلة دي؟ حلو، خش على اللي بعدها. اخترقت من هنا، هنا ايه؟ سبكوتينيوس يا جماعة، احسبها عليا. وبعدين طلعت في الوايت لاين ده مش على الجلد، على حرف الجلد. ماشي؟ وبعدين الاختراقة التالتة ما تحسبهاش عليا برضو، دخلت في الوايت لاين هنا وطلعت منين؟ طلعت في السبكوتينيوس بتاع الناحية التانية دي، فابتديت ديب سبكوتينيوس وانتهيت ديب سبكوتينيوس الناحية التانية. فالعقدة تبقى فين؟ نهاية الخيط من هنا ومن هنا، تبقى ديب في السبكوتينيوس. ميزتها ايه؟ قربت لي التو وايت لاينز دول ببعضهم، بس العقدة تحت في السبكوتينيوس ما تعاكسش الهيلينج بتاع الجلد اللي هو يهمني قوي. عقدها ازاي؟ روح رابط رابطة زي الرابطة العادية اللي عملناها على الجلد، تروح العقدة نازلة لوحدها لتحت. يعني هو بيقعد عقدة زي أي عقدة، زي أي خيط، زي أي عقدة عملها، بس لان انت بادئه بيها ديب العقده هترسى في الاخر على الجزء الجوه، ما انت بادئه بيها تحت. تعالى اعمل لي كده، ده الايدج بتاع الجلد وده الايدج بتاع الجلد الناحيه الثانيه. ابتديت في السبكوتينيوس صح؟ لما هبتدي اخترق يبقى دي اول نقطه انا اخترقتها سبكوتينيوس، فلما اطلع بالابره خالص طرف الخيط هيبقى هنا صح ولا لا؟ طلعت هنا في الوايت لاين، هنا ما طلعش على الجلد، في الوايت لاين. تاني اختراق، وبعدين تالت اختراقه دخلت في الوايت لاين هنا. رابع اختراق احسبيه عليا اللي هي اخر اختراق، دخلت في الدبث وطلعت من السبكوتينيوس، بقى اخر الخيط واوله تحت. فاي عقده تعمليها العقده هتبقى قاعده تحت، والتو ايدجز دول يقربوا على بعض من غير عقده ما بينهم، فيبقى الهيلينج شكله جميل. لكن لو انا ابتديت هنا ودخلت جوه وطلعت من جوه وطلعت بره، يبقى طرف الخيط هنا وهنا، فتبقى العقده على سطح الجلد. خلاص دي سيمبل سوتشر سهلة، لكن الثانية ديب ديرمال سوتشر. يلا أمال إيه بتاع القيصرية؟ إنك تفضل بقى مكمل هنا دول رانينج، ماشي في الوايت لاين، ماشي ماشي ولا بيأدي. صوتي حلو؟ حلو. مين اللي قال لأ؟ داخل هنا وداخل هنا وطالع هنا وداخل، داخلين طالعين، رايح فين؟ هتعمل ايه؟ سيكشن. انا هخلص دلوقتي ما تقلقش، السيكشن سيكشن اهم مني، ده احنا قاعدين بنتسلى. لحظه واحده، ساعه ونص ايه؟ مين اللي بيقول لي ساعه ونص ده؟ بص 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 اوريك الفيديو بسرعه، بص بص وايت لاين، خدت بالك؟ بص بص شايف؟ ايه مش عاجبك ولا ايه؟ ابواب ماله؟ خلاص؟ شفنا الانسترومنت هاندلنج والسنجل تحتت. لا لحظة واحدة، لحظة واحدة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.